وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار سعادة الشيخ علي بن محمد بن عبد الله الخليفة المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بمجموعة طيران الخليج، أشار أن هذه المبادرة تهدف بشكل رئيس في جذب وزيادة عدد السياح في المملكة، وتهدف لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. أهمية المبادرة تكمن في أنها تهدف إلى جذب وزيادة عدد السياح إلى مملكة البحرين، مما يزيد إسهام قطاعي الطيران والسياحة في الناتج المحلي بشكل خاص، ويسهم أيضا في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام. من ناحية التنسيق، تم التنسيق لتنفيذ هذه المبادرة بتعاون جهات عديدة، أولها الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ممثلة بالإدارة العامة للجوازات والإقامة وأمن وجمارك المطار وهيئة البحرين للسياحة والمعارض من جهة، وشركة مطار البحرين وشركة طيران الخليج وشركة يوسف بن أحمد كانو من جهة أخرى. أما الاشتراطات فهي المسافر الترانزيت اللي عنده مدة ترانزيت فوق 5 ساعات هو مؤهل إن شاء الله للرحلة المجانية.